بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس إن شاء الله راح نبدأ نكتب البرنامج الأول لنا، وهو البرنامج اللي ذكرناه درس سابق، برنامج ويلكم. أول شيء لما نجي نكتب برنامج لابد أن نفهم وش المشكلة اللي نبغى نحلها، وش نبغى البرنامج هذا يسوي لنا. بكل بساطة نبغى البرنامج هذا يطبع لنا كلمة ويلكم أو أهل أو أهلاً أو هلو وورلد. خلينا نقول هلو وورلد لأن معظم البرمجين دائماً أول برنامج يكتبونه هو هلو وورلد، مرحباً بالعالم. فنبغى البرنامج يكتب لنا كلمات أو يطبع لنا كلمات هلو وورلد. ملاحظة جداً مهمة بس، أنه لما نقول أن البرنامج نبغى يطبع لنا حاجة معينة ما نقصد أنه يطبع في طابعة، لازم تنتبه للنقطة هذه، وإنما نقصد أنه يطبع أو يظهر لك الكلام هذا أمامك في الشاشة. وحتى نكون أكثر يعني دقة، المقصود أنه هنا يطبع لك الكلام في هذا المكان. زين؟ هذا هو اللي نبغاه. فإذا نبغى برنامجنا، نبغى نكتب برنامج زي البرنامج اللي قدامنا هذا، الموجود قدامنا، بحيث أنه هنا نطبع كلمة Hello World. زين؟ هذه خل أكتب لك الكلمة اللي نبغى نطبعها. الكلمة هي Hello World. طبعا نبغاها كلمة واحدة بدون مسافات. زين، إذن هذه هي الكلمة اللي نبغى نطبعها. السؤال الآن كيف راح نسوي البرنامج هذا؟ طبعا الخطوة الأولى هي الخوارزمية. زين، طبعا البرنامج جدا سهل، يعني الخوارزمية تكتب بلغة الإنسان، تكتبها دائما على ورق، ما تكتب طبعا بالكمبيوتر يعني بالإكليبسون، تكتبها أنت على ورق. الخوارزمية فيها خطوات مكتوبة لغة الإنسان. وش نبغى حين نسوي؟ نبغى شيء بسيط جدا، اطبع هلو وورلد. زين، فإذا ممكن أن حين نجي هنا نضيف هنا كلمة اطبع، هنا نقول اطبع زين هلو وورلد، وخلاص انتهينا. هذه هي الخوارزمية اللي نبغاها. خطوة واحدة، ممكن نحط هنا رقم، خطوة رقم واحد هي اطبع هلو وورلد فقط. جدا سهل البرنامج. زين، فإذا الخوارزمية هذه تافهة مرة. طيب الآن كيف نحول كيف نكتب الآن البرنامج هذا بلغة الجافا؟ خلونا نأخذ خطوة خطوة، من خلال الخطوات هذه نفهم أشياء مهمة جدا في البرمجة كمبتدئين. أول شيء خلنا نحط هنا، أنا طبعا ما أبغى أول شيء أكتب البرنامج في إكليبس، أبغى أكتب البرنامج قدامك هنا يدويا يعني، وبعدين إن شاء الله ننقله في الإكليبس. زين، خلنا نحط هنا كذا مثلا مربع أو حاجة زي كذا، نحط مربع هنا حتى نكتب فيه البرنامج. راح اخليه مربع مفتوح من الاسفل حتى لو احتاجنا مكان. طيب الان احنا نبغى نكتب اطبع هلو وورلد. ممكن والله الواحد بكل بساطه يقول والله انا اوكي، لغه الجافا تشبه الانجليزي كثير، راح اكتب حاجه زي ما نقول مثلا print. زين، print وبعد كذا كلمه هلو وورلد. مضبوط، فنكتب هنا كلمه هلو وورلد. هذا حلو. هل هذا برنامج يتبع قواعد لغة جافا؟ لا طبعا، في نواقص كثيرة جدا. مضبوط، ما توقع منك تعرف النواقص. احنا راح نشوف الآن النواقص من خلال نفهم البرمجة. زين، اول شرط، اول شيء في لغة جافا يقول لك انه ما فيه امر اسمه print، وانما في امر اسمه system.out.print. مضبوط، طبعا يمكن هنا ما هي واضحه الحروف مره، لكن اذا كتبناها في اكليبس راح يكون واضح. هذه نقطه، هذه نقطه، هذه كلمه system s y s t a m، هنا o w t، هنا dot print. اذا اول شيء في الجافا يقول لك لابد انك تكتب system.out.print. ليش لازم تحفظها كذا؟ مضبوط، في اسباب، ما هو هذا وقت يعني شرحها، يصعب شرحها الان، لكن احفظها كذا. مضبوط، فإذن أمر الطباعة في جافا لابد أنك تكتب الكلمة الطويلة هذه أو مجموعة الكلمات الطويلة هذه. ما خلصنا إلى الآن، نحتاج أن نضع الشيء اللي نبغى نطبعه، لابد أن يكون بين قوسين. زين، فإذا لابد أن نضع قوسين هنا. مضبوط، إلى الآن برضو ما خلصنا، لابد أننا نضع هنا علامات تنصيص هنا. هذه الآن اللي أنت جالس تشوفها هذه كلها، هذه قواعد أو الجرامر حقت لغة جافا، أو نسميها، خل أكتبها على جنب هنا،
وطبعا لما اكتبها على جنب برا المربع هذا معناته ما هي جزء من البرنامج وانما بعض الكلمات يحتاجها، هذه نسميها syntax زين او القواعد او syntax او نسميها grammar زين او قواعد لغة جافا زين. طبعا كلمة syntax تستخدم بشكل اكبر اكثر. الان قواعد لغة جافا لازم تحفظها، في البداية راح تتعب حفظ يعني ما في أي فهم أبداً، تحفظ والكمبيوتر جداً دقيق ما راح يسامحك ولا على نقطة، مضبوط تنسى نقطة راح يعطيك مشكلة الكمبيوتر. إذا لازم تحفظ القواعد هذه، هذه من المشاكل اللي واجهها المبتدئين في البرمجة، إنه جاي يسمع إن البرمجة تحتاج فهم وتحتاج شخص ذكي وما أدري إيش وكذا. صحيح الكلام فعلاً إن البرمجة تحتاج بعض المهارات وبعض الموهبة، لكن في البداية خصوصاً البرمجة تحتاج حفظ كثير جدا زين. تحفظ تكتب إلين 5-6-10 مرات تكتب على ورق أو برنامج هذا، أو إنك تكتبه في 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 الإكليبس 10 مرات 10-15 مرة إلين تحفظ الكلمات اللي نعطيك إياها وتحفظ القواعد وطريقة الكتابة، ما في أي وسيلة ثانية غير الشيء هذا. طيب إلى الآن طبعا ما خلصنا زين، أنا برا حط لك كل حاجة بلون مختلف. هذه الآن تسمى جملة زين، وفي هذه جملة طباعة، وفي نهاية أي جملة في الجافا لابد أنك تضع فاصلة منقوطة، مضبوط. هذا كله جزء من السينتاكس أو قواعد كتابة لغة الجافا. الآن اكتملت لدينا جملة الطباعة، وخلوا أحط هنا سهم بسيط زين، وهذه نسميها جملة الطباعة، مضبوط. هذه جملة الطباعة تمام. طبعا هذا برا البرنامج وليس جزء من البرنامج زين. هل انتهينا؟ لا طبعا ما انتهينا، باقي لنا كلام راح نكتبه قبل مضبوط، وكلام راح نكتبه بعد. خلينا نشوف الكلام هذا، راح اكتبه كله بلون واحد. اول شيء هنا لابد ان نكتب كلمه public class، وبعد كذا نعطي اسم الكلاس. تذكر هنا حاجة قانون مهم جدا، إنه اسم الكلاس لابد أن يطابق اسم الملف، الكلام اللي قبل نقطة جافة لابد يطابق بالملي، كابيتال كابيتال سمول سمول. هنا عندك W كابيتال وبعدين سمول E سمول L سمول C سمول O M E كلها سمول ما عدا W كابيتال. فإذا هنا لابد إنه يكون اسم الكلاس مطابق لاسم الملف. فإذا نكتب، خلي أكتبها بلون ثاني بس عشان ننتبه. إذا نكتب هنا W capital welcome زين، لابد أننا نكتب الشيء هذا. طبعا ليش اخترنا اسم welcome؟ والله تقدر تختار أي اسم، تقدر تختار اسم hello world، هذه تكتبها هنا، تقدر أي اسم تبغاه. أنا اخترت الاسم هذا، أنت لك الخيار تختار. ممكن تجرب أسماء ثانية، أول شيء الحين جرب البرنامج هذا افهم تأكد ينفذ، بعدين جرب أنك تغير الأسماء مضبوط. إذا القاعدة لابد أن يتطابق الاسم هذا، اسم الكلاس مع اسم الملف ما قبل النقطة بعدين الجافة. الشيء الثاني اللي السطر اللي بعده راح نكتب هنا مرة ثانية كل هذه الأشياء تحفظ، public static void main، احفظها بالترتيب. هنا تكتب string arcs ثم تسكر. طبعا هنا تقريبا الكلام خلصنا من كتابته، خلنا ننزل شوي بس هنا زين، خلصنا من كتابة الكلام اللي في البرنامج مضبوط، بس ناقصنا الأقواس. وانتبه للأقواس لا تلخبط فيها، خل اكتب لك الأقواس. القوس الأول لابد ان الكلاس يكون فيه قوس معقوف مفتوح زين بعد الكلاس، ولابد ان القوس هذا يسكر في الأسفل، أو خلنا نحطه شوي يعني هنا زين، لابد أن نسكره. لابد أنه هذه نسميها المين ميثود زين، لابد أنك تحط هنا قوس معقوف، ولابد أنك تسكر القوس هذا. طبعا لاحظ أني أحط هنا مسافة، هنا مسافة هنا، حاول حتى بس أرتب البرنامج كذا بشكل مرتب، هذه الكلاس بعدين جواها الميثود، لأن بعدين راح نشوف إن شاء الله أنه برامجنا يصير فيها أكثر من كلاس، الكلاس الواحدة يكون فيها أكثر من ميثود، الميثود الواحدة يكون فيها أكثر من جملة أكثر من statement. فيفضل أنك تخلي البرنامج كذا يطلع شكله جيد،
زين، فتحط دائما مسافات في البدايه. هنا مثلا الكلاس تبدا بدون مسافه، زين، بعدين هنا الميثود تحط مسافه هنا 2 3 سبيسز. طبعا راح تلاحظ انه اكليبس يسوي لك الاشياء هذه، هذه ميزه من ميزات اكليبس. زين، فاذا الان انتهينا من كتابه البرنامج. خل اسكر المربع هنا عشان تعرف ان البرنامج انتهى. هذا هو برنامجنا الاول. مره ثانيه، البرنامج راح يطبع لنا كلمه هلو وورلد. زين، في الفيديو القادم ان شاء الله راح نفتح اكليبس ونسوي مشروع برمجه جديد ونكتب البرنامج هذا وننفذه.